السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة فهمني ومع برنامج لمحة كيميائية. ورد إلينا سؤال، هل الكبر النحاس بيكون بارة ولا ضاية؟ الموضوع يا شباب عاوز تفصيل شوية. انتوا عارفين ان النحاس ليه حالتين، اما يكون اتوم او يكون ايون، اما يكون ذرة واما يكون ايون. ففي حالة الذرة او الاتوم فده مش بيكون بارة نهائيا، لازم يكون ضايع، لان الدي بيكون 10 الكترون، الدي شايل 10 الكترونات. لكن تعال نروح لو كان هو ايون، لو كان ايون فعندك احتمالين، اما هو عمل لوز 1 الكترون فقد الكترون واحد اللي هو على الاس، او عمل لوز 2 الكترون يعني فقد واحد من الاس واحد من الدي. فلو فقد 2 الكترون فهو بيكون في الحالة دي بارة. ليه؟ لان فقد واحد من الاس وفقد واحد من الدي، وفي الحالة دي الدي بيكون دي 9 يعني شايل 9 الكترونات مش شايل 10، وده هيخلي عندك الكترون بيكون سنجل، الكترون بيكون مفرد، وحالة الالكترون المفرد بيكون بارة، لان وجود اي الكترون مفرد يا شباب في الاوربيتالات بتاعت الدي بيخلي الكبر في حالة بارة. إذا الكبر أو النحاس بيكون في حالة بارة في حالة فريدة بس، حالة وحيدة، لما يكون Cu positive 2 يعني فقد 2 إلكترون، مش أي حالة بيكون فيها بارة. شكرا لكم على حسن الاستماع، وتابعونا في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open seats, all for this adventure. Dream big, dream big, dream of tomorrow, tomorrow, all for the open seats.